بس لما تدخل مثلا على اليوتيوب وتدور على الصداقة هتلاقي حاجة اسمها توأم هنايا. اوعى تحكي لي غنيها هسه صح؟ عندك يعني انا بقول لك بس مفكرك ان في حاجة حلوة اسمها توأم هنايا الناس بتتكلم عنها عشان بتتكلم عن الصداقة ودي معاني مش موجودة كتير. طبعا توأم هنايا هي انا وصديقي الغالي عبد الكريم مبارك، طبعا هو عراقي الاصل. اه طبعا تربينا انا وياه سوا في نفس نحكي الحارة ونفس المدرسة ونفس المسجد ببريطانيا. طبعا هو صديق مشترك. والله سلامي لحبيبي الغالي وتوأمي عبد الكريم مبارك، وكل عام وانت واهلك وابنك واهلك جميعا بالف خير ان شاء الله. يعني اغني توأم هنايا؟ بناخذنا مقطع ماشي بس هي اغنيه لحاله الموضوع عندك يعني سول الكورد كوردية توأم هنايا سامعها ايش صحابي بأنت يا توأم هنايا وأغلى المرايا وأغلى صحابي أنت يا اللي أنت جنبي سندي بدربي من قلب وقلبي حبك ملا وغني معايا قول ورايا صدى صوتي من صوت الهوى شوفش دنيا رجع لي يا قمر عيوني فرح وشجوني ضحك وسكوني وانت المنى غني معايا وقول ورايا اني صنت الهوى لو كان طريقي لو كان طريقي يا توأمي ابعد مدى كسبناها. طيب هو بناء على يعني الساده المشاهدين برضو ليهم طلبات يعني. نعم. فهم دايما بيقولوا ان عبد الرحمن اكتر حاجه طبعا بيغني حاجات كتير بس بيغني حاجات افراح اكتر. بالافراح نعم. فيعني فعيد وفرح خلينا نفرح شويه. طيب يعني نعمل زفه عريس؟ تحتك. وين العريس؟ عبد السلام. انا عريس. يلا. بسيطه يعني. يلا بيات ال بيات الله بعد الطوال فوت على الناس ايوه العريس الغالي وحبيبنا عبد السلام حواء ونقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك على خير. فرقة نغمي بلادي للفنون الشعبية تتمنى الجميع سهرة طيبة إن شاء الله. وسع الميدان يا بي العريس.
الفيس وسعوا الميدان والفرحة للعرس يا والعز إليك فرحة للعرس يخلف عليكم يا مكملين يخلف عليكم.